أن الآن تركيا ليس هناك أي قناة محايدة تبث الأخبار محايدة أبدا. يعني كانت هناك قناة واحدة وقناة جان أرزنجان التي فتحت بعد إغلاق القنوات إيباك الإعلامية الشهيرة في تركيا، لأن أردوغان فرض استولى عليها عبر حراسة قضائية. وقبل يعني تقريبا قبل شهر كذلك أردوغان طالب من المسؤولين من السلطات المعنية إخراج هذه القناة من القمر الصناعي توكسات. الآن يعني في تركيا بما فيها سيانن التركية ليس هناك إعلام حر بإمكانه أن ينقل أو يقدم الأخبار الصحيحة للشعب التركي. فلذلك يعني الشعب التركي يعتقد بما يقدم له. لكن الشعب التركي كيف ينظر لحملة الإقالات والاعتقالات الواسعة التي تمت يعني في كل الأيام اللي عقبت الانقلاب أو محاولة الانقلاب الفاشلة؟ يعني في البداية كان الشعب التركي يعتقد بأن عملية التصفية التي يقدم عليها أردوغان تستهدف الإطاحة وإقالة المتعاطفين مع حركة الخدمة مع فتح الله جولان. ولكن في المراحل المتقدمة خاصة بعد هذه المحاولة الانقلابية رأى يعني كثير من الطوائف المجتمع التركي أن هذه الحملات لا تقتصر على هذه الحركة، حركة الخدمة، وإنما بدأت تشمل جميع فئات الشعب وكذلك منظمات المجتمع المدني. مثلا هو عاوز ينفرد بالسلطة تماما، اكيد. يعني الرجل لديه اطماع سياسية.